مما لا شك فيه زي ما حضراتكم عارفين انه الجميع يعني يقف على اطراف اصابعه ل يعني الوصول الى اي خبر يصدر من مصادر مصريه حول المسار التفاوضي، واللي مصر زي ما كنت بقول لك بتبذل فيه جهد شديد مضني خرافي ودور تاريخي. أنطونيو جوتيريش بيدعو حماس وإسرائيل لبذل جهد إضافي، بيقول نصا أن الغزو البري ليس مقبولا. المتحدث باسم الأمم المتحدة بيقول أنه الاحتلال رفض طلبنا، خد بالك بقى، رفض طلبنا بالوصول لمعبر رفح. أنا بقول لك الكلام ده ليه، وكويس جدا أن المتحدث باسم الأمم المتحدة قال هذا الكلام. إذا كان الاحتلال بيرفض طلب المنظمة الأممية بالوصول للمعبر، أنت متصور إزاي أنه هيوافق على إدخال المساعدات؟ مصر بتعمل كل اللي تقدر عليه، المشكلة طول الوقت في الاحتلال. وده يخلينا لازم نفكر بصوت عالي ونسأل دكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بيك دكتور إحسان. تحياتي. تحياتنا ليك دكتور إحسان. دكتور إحسان، كيف ترى يعني تصاعد الوتيرة في مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة، وسيطرة أو أنه إسرائيل تقفل أو تغلق المعبر من الجانب الفلسطيني؟ وأعتقد أن هذا مخالفا منافيا لاتفاق المعابر. هذه الدولة الصغيرة نقطة على الخارطة، رغم كل الجهود الجبارة للدبلوماسية القطرية والمصرية في هذا الموضوع، الدعم غير المحدود الذي قدمه الأمريكي جعل هذه الدولة الصغيرة تتوحش، هي وحش كاسر في غزة، لا تكترث أحد، لا تكترث أي شيء، لذلك تفعل ما تريد. والأمريكي يعني إجراءات خجولة هنا وهناك وامتعاض ونصائح، ولكن هذا الدعم غير محدود. المليارات تذهب لإسرائيل، ربما توقف شيء محدود السلاح إلى إسرائيل، ولكن بالمجمل مساعدات هائلة لإسرائيل، دعم غير محدود، والإسرائيل يعرف ذلك. هذه النتيجة. هل تعتقد سيد إحسان، وأنت تعلم جيدا دكتور إحسان، أنه هناك وفد أمريكي موجود بالقاهرة بجانب الوفد القطري، أيضا وفد من حماس بحضور بالتأكيد المفاوض المصري، هل تعتقد أنه الأمريكان سوف يستطيعون وضع ضغط ما على إسرائيل للوصول مرة تانية إلى مائدة المفاوضات وقبول وقف إطلاق النيران؟ كلمة جميلة استعملتها، كلمة ضغط. للأسف عزيزي الإسرائيلي، في قاموس علاقة بايدن مع إسرائيل ليس هناك كلمة ضغط إطلاقا. هذا الرجل يدعمهم بشكل استثنائي، وإضافة إلى ذلك وهي المأساة الكبيرة أن النظام الأمريكي كله يدعم إسرائيل ويزايد حتى على بايدن. تصور كل هذا الدعم الغير محدود، والنظام السياسي والحزب الآخر حزب الجمهوري يزايد على بايدن، يعني حتى يعني كلمة هنا أو هناك من بايدن تزعجهم. يعني هناك دعم غير محدود للإسرائيلي، وهذه النتيجة. ليس هناك أي ضغط من سيء إلى أسوأ، من كارثة إلى أكبر. الأمريكي لا يضغط، المشكلة أنه لا يضغط، هو يستجدي وينصح، ولكن في النهاية منذ البداية الإسرائيلي قال له سأدخل إلى رفح، سأدخل إلى رفح، وكان يعطي نصائح ولكن لا تهديد حقيقي. يعني إذا اليوم توقيف السلاح القليل جدا، يعني يقال عنه too little too late، يعني متأخر وبسيط جدا، لم يؤثر في المعادلة الإسرائيلية. الإسرائيلي يعرف أن بايدن إلى جانبه تماما. المشكلة كما تفضل محمود عباس رئيس الفلسطيني، المشكلة بايدن، بايدن هو إلى جانب إسرائيل تماما، ورغم الكلام الذي يعني يعطيه هنا وهناك. ولكن يعني أنا شاهدت جون كيربي البارحة ويتكلم في هذا الموضوع، يتكلم كأنه هو الدولة الصغيرة وإسرائيل دولة كبيرة، كأن أمريكا يعني شراكة بين أمريكا وإسرائيل، والشريك الصغير أمريكا والشريك الكبير هو إسرائيل. ما الذي ينتظر نتنياهو كي نصل إلى وقف إطلاق النيران؟ نتنياهو قال منذ البداية، يعني الإسرائيلي كان واضح منذ البداية في أمور وغير واضح في أمور أخرى. كان غير واضح في موضوع أنه يريد نكبة جديدة وفشل بذلك بسبب الموقف المصري في هذا المجال. هلا الأهداف الأخيرة، قال هو يريد تحرير الرهائن بالقوة والقضاء على حماس، وهو يقول أنا وعدت الشعب الإسرائيلي بذلك ولا يمكن أن أحقق هذا إذا ما دخلت إلى رفح، مفاوضات أو غير مفاوضات، رهائن تخرج، محتجزين يخرجوا أو لا يخرجوا، سيدخل إلى رفح، وهذا ما يفعله.
ويعرف امريكا على جانبه ستظهر امتعاض، ستتضايق وتقول انصح بهذا وانصح بذاك، ولكن في نهايه المطاف هي الى جانبه. لذلك ويتحدى العالم كله، يعني العالم يعني هناك رهائن في غزه ولكن العالم كله رهينه هذه الدوله الصغيره التي اسمها اسرائيل. ما مدى واقعيه هذا التصريح من بنيامين نتنياهو الا وهو القضاء على حماس او حتى تحرير الرهائن بالقوه؟ ما مدى واقعيه ذلك؟ ما مدى قدره الحكومه او حكومه الحرب او بنيامين نتنياهو على الوصول للهدفين دول؟ غير واقع اطلاقا منذ البدايه نحو الشهر السابع، وما زالت حماس موجوده وما زال الرهائن عندهم المحتجزين، لم يحرروا اي احد بالقوه، ربما واحد منهم ربما. واضافه الى ذلك كان ضرب صواريخ عليهم البارحه اعتقد من حماس. اضافه الى ذلك الامريكي يعرف، الامريكي نصح الاسرائيلي، الامريكي قال له انت في غزه لن تحقق اي من اهدافك، افضل لك ان تنهي هذه الحرب، ولكن الاسرائيلي لا يريد ان ينهي الحرب، لا يريد، ولكن اهدافه لم يحققها، هو لم يهزم حماس، بعدين حماس حتى الامريكي قال له حتى لو دخلت رفح وخلقت كارثه كبيره لنا ولك، فالموضوع لن ينتهي، انت عندك مشكله، عندك غزه مليونين شخص، ماذا تفعل بهم؟ اضافه الى ذلك سيكون عليك حرب عصابات، الموضوع لم ينتهي، الاسرائيلي المشكله الاسرائيلي ليست حكومه طبيعيه، هناك متشددين غير عقلانيين في الحكومه لا يستمعوا لاي نصائح اطلاقا، والامريكي لا يشجعهم على تقبل النصائح بالدعم غير المحدود. اذا في ظل اللا عقلانيه كما وصفتها دكتور احسان واتفق معك بالكليه، متى سوف تتوقف اسرائيل عن هذه العمليات وهذا القصف الوحش؟ عزيزي منذ فتره طويله كان هناك احدهم امريكي يهودي اراد ان يكون عضو في الكنيسه اسمه مائير كهانا. واستنفرت الدوله الاسرائيليه هذا متطرف، هذا حاقد، هذا يحرشنا، هذا ضد العرب، ومنعوه من ان يكون في الكنيسة على اساس ان هذا متطرف. اليوم هناك متطرفين اكثر من كهانه بكثير في الحكومه الاسرائيليه، يعني عندك لما يكون سموتريتش وزير اقتصاد، هناك وزير امن قومي بن غفير، سموتريتش يقول لك اريد اباده في ويذكر مناطق اباده تامه، اباده تامه، فهذا موضوع شخصي، هذا الحكومه الاسرائيليه ليس مراقب او صحافي يكتب ذلك او حتى عضو بالكنيسة، انها مشكله كبيره، هؤلاء الناس يريدون الاباده، يريدون التنكيل بالشعب الفلسطيني، وما زالوا اعتقد يحلموا بكارثه نكبه جديده، ولكن مستحيل في الموقف المصري او الصلب لن تستطيع اسرائيل ان تخلق نكبه جديده، ولكن هل تستطيع التنكيل بالفلسطينيين؟ نعم، وهذا ما تفعله. طيب الطرف الأكثر فاعلية والأكثر ثقلا للأسف الشديد في هذه المعادلة هو الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنها الوحيدة القادرة على توقيع ضغوط هائلة على إسرائيل إن أرادت، وكما وصفت فإنه بايدن لا يريد أن يفعل ذلك بل هو داعم لإسرائيل وما تقوم به، لكن هل توجد أي قوة دولية أو أي تكتل دولي قادر على خلق ضغوط ما على الاحتلال الإسرائيلي؟ إطلاقاً. اليوم وقف الحرب إطلاقاً. هناك الاتحاد الأوروبي قوة عظمى اقتصادية، قوة هائلة، علاقة اقتصادية مهمة مع إسرائيل، يمكن أن يستخدم ثقله الاقتصادي بالتأثير على القرار الإسرائيلي، ولكن الاتحاد الأوروبي مرتبط عضوياً مع الولايات المتحدة، هو الحليف الأوثق للولايات المتحدة، ولن يخرج عن التفاهمات مع الولايات المتحدة، هذا المؤسف. للأسف غزة لوحدها كل العالم، ليس فقط العرب المسلمين ومصر وقطر والسعوديه وغيرها، كل العالم مع وقف اطلاق النار، مع حل الدولتين، ولكن المشكله هي الولايات المتحده الامريكيه، هي على جانب اسرائيل تماما، تدعمها بلا حدود، وهذه النتيجه، هذه الكارثه، تهمه الاباده واحراج الولايات المتحده، امريكا محرجه، ولكن هي للاسف لا تستخدم الضغط، القوة الحائلة التي عندها للتأثير على القرار الإسرائيلي لتستعملها. وإضافة إلى ذلك النظام الأمريكي للأسف ما زال تماما رغم أصوات هنا وهناك ما زال إلى جانب إسرائيل تماما 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 للأسف. وهذا هو صلب المشكلة للأسف. أنا بشكرك جدا دكتور أحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري بالولايات المتحدة الأمريكية.